الكل تضامن مع قصة مريم عبد الباري التي وجهت نداءها عبر قناة شروق نيوز تناشد الوزير للتدخل شخصيا لتصحيح الخطأ. ها هي اليوم تعود للدراسة كتلميذة ناجحة لتلتحق ولأول مرة بالثانوية. انا من اتصل بيا بابا خبرني باللي راكي صاير بفرج وراكي صايب تمشي باش تماركي للثانويه. كان فرحه تاعي بالبكاء وبالدموع وبكل شيء، وانا نشكر جميع، نشكر اللي تضامنوا معايا، ونشكر جمعيه فيدراليه اولياء التلاميذ، ونشكر شكر جزيلا لوزاره التربيه اللي ندات لبات النداء تاعي اللي كان بمسافه بيننا وبينها 1200 كيلومتر، والمسافة اللي بين المديرية ودارنا 1150 متر ما كانش إجابة. قد لا تتصورون الفرحة التي عمت عائلتي الصغيرة والكبيرة وجميع جيراني وأحبائي والأساتذة الذين كانوا شهود عيان على نجاح ابنتي، واللي عاونونا بزاف بالدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. وثم الوزارة ردوا البسمة لبنتي ورجعت تقرب الثانوية، بارك الله فيهم، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن أعماله. زملاء مريم تضامنوا معها وهم اليوم يعانقون زميلتهم فرحا بالتحاقها بالثانوية. يعني شعور لا يوصف، كي جات صاحبتي غلطوا لها من حقها أنها تطلع، ونشكر كاع اللي ساهموا باش تطلع صاحبتي، وبعد انتظار طويل إن شاء الله تكمل مسيرتها الدراسية في الثانوية. من جهته مدير ثانوية العقيد عثمان أكد أنه سيوفر لها الجو الملائم ومرافقتها نفسيا وبداغوجيا. هذه التلميذة ما كانش عندنا أدنى فكرة عليها، حتى اتصلت بنا البارحة مصلحة التمدرس والامتحانات وعيطوا لي في الهاتف وطلبوا مني أن يسجل هذه التلميذة، ومن بعد عاد من بعدي ويقولوا لي التفاصيل واش صار للتلميذة. ألور هذه التلميذة خاصها متابعة نفسية، يعني عندنا بسيكولوج راح نكلفوه أنها يرافقها، خاصها معالجة بيداغوجية نظرا أنها متأخرة لمدة 3 أشهر، وخاصها حتى معالجة من الناحية الاجتماعية. مثلما تمت تسوية وضعية مريم، نتمنى تسوية وضعية جميع التلاميذ.